الواد القحطاني ومشاو ليا صباعي ديا ورجليا طاحوا كامل ليا مشاو ورجليا مشاو ما قدرش ما عندي من ما كاين ما وكلوني ما ناكل ولا ما نلبس لي حوايجي ما نلبس وانا كنعيش غير بوحدي حالة جديدة من الحالات المأساوية التي نشاهدها ونتابعها على مدار السنة ويوميا من إقليم الهشاشة إقليم مدينة الصويرة، حالة أخرى تنضاف للحالات للسيد عزي عبد السلام والذي حسب تصريحاته منذ تلقيه الجرحة الثانية من التلقيح عانى من أعراض تسببت له في بطر أصابع يده وأرجله. نتمنى من جميع المحسنين والجهات المسؤولة أن تكون بجانب هذه الحالة الإنسانية التي تعاني بصمت. من مدينة الصويرة كانت معكم جليلة خلاد يونس بيدير. عزيز السلام دوار العريش فرقة الحريرتة العمر ديالي 73 سنة من جا المقدم جابوا الكار داونا باش نديروا التلقيح المرة الأولى والمرة الثانية والشوكة ديال المرة الثانية هي اللي دارت ليا ما وقفتني ما بقيتش قدرت نمشي والصحة ديالي بخير كانت بخير وعلى خير ما عنديش أي أمراض وعندي 73 سنة في عمري وغادي توقفت ما بقدرش نمشي وشعلت لي العافية في يديا وفي رجليا مرات تلقيح تاني ومشاو ليا صباعي يديا ورجليا طاحوا كاملين ودابا ما عنديش اللي يوكلني ولا يشربني ولا يلبس لي حوايجي انا كنطلب من السلطات المحليه وجلاله الملك يشوفوا من حالي ما عندي لا والي لا تاني كنعيش غير بوحدي ولا اله الا الله محمد رسول الله. كانوا شي محسنين قبل تعاونوا معك؟ تعاونوا معايا جوج ديال المحسنين من هنا من الصويرة الله يجازيهم بخير باش خلص التحليلات مليون ونص ديال التحليلات ودوني ويجبني وكنمشي في لابيلونس من هنا لمراكش ب 70000 فرانك ورجع ب 70000 فرانك دابا تقهرت ما عنديش دابا غبارك صافي نمشي للسبيطار مراكش كنمشي خمسة مرات في الشهر كيعطوني لابيلونس ديال الجامعة كنخلص فيها 700 درهم وانا في جامعة ونغا وانا في نفس الحاجة ما عنديش لا والي لا تاري ما عندي ما نقدم ولا نخر ما عندي والو لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت بصحتي بخير وعلى خير ما بيا حتى شي حاجة نهار فاش دقيت الشوكة الثانية وقع لي هادشي غادي توقفت ما تقدر تمشي وشعلت لي العافيه في يديا وفي رجليا دابا صباعي يديا مشاو ورجليا مشاو ما قدرش ما عندي من ما كاين ما وكلوني ما ناكل ولا ما لبسوا لي حوايجي ما نلبس وانا كنعيش غير بوحدي في الباديه. شي رساله تبغي توصلها للناس والمحسنين الناس اللي عايشين؟ وانا كنطلب من المحسنين ومن المحسنين اللي بيتعاونوا معنا الله يجازيهم بخير. الله يجازيهم بخير الله يسهل علينا وعليهم ويجيب لنا وليهم الرزق هادشي وكان رفع الشكايه ديالي الناس المسؤولين على هادشي وجلالة الملك الله ينصرو ينظر من حالي. السلام عليكم. انا بنت خوت هذا السيد المعلم سلام اللي هو خالي واحد الانسان اللي كان كيتمتع بواحد الصحه اللي جيده جدا كان كيخدم كانت الخدمه ديالو زوينه من نوع ديال الناس اللي ما كيشكي حتى شي حاجه دائما الصحه ديالو كانت مزيان وبخير وعلى خير. النهار اللي دار الفاكسه الاولى
بدا كيجي عندنا للدار كنقول له مالك اخالي كنشوفو عيان مريض يعني واحد السيد اللي تبدل واحد شغنقول نقول لك واحد 100 درجه كنقول ليه مالك اخالي تيقول لي انا عيانه بنتي مريضه بنتي من نهار تقولي دوك الشوكه وانا حالتي اللور اللور صافي مشات بقات هكاك الراجل غادي والصحه ديالو كتضيع كتضيع تضيع نهار اللي دق الفاكسة الثانيه صافي السيد صافي خرجت عليه في خطره واحده شد الفراش في الاول كانوا غير يديه اللي تحرقوه ورجليه تياكلوه مشى عند الطبيبه مشى دوز عند الطبيبه خرجت ليه وغير ادويه ديال الحساسيه كريمات وداكشي ديال الحساسيه كيمشي عندهم للسبيطار تيقول لهم انا النهار اللي درت الفاكسة هي اللي مرضتني ورضتني في هذه الحاله ومشى دخل للسبيطار النوبه الاولى كاع فاش طاح في خطره وحده ديناه للسبيطار قال لهم الفاكسة اللي دارت ليه هكا العائله كلشي كيغوت كيقولوا لهم لا ماشي الفاكسة اللي دارت ليه هكا لا الدوره ما عنده حتى شي حاجه جبناه للدار خليناه شفنا الحاله ديالو كتسوء رديناه المره الثانيه عاوتاني عندهم في المستشفى قالوا لينا او ديرا لا راه حكر المناعه ديالو ملي كيدير الفاكسه المناعه ديالو كتهبط وكترجع تطلع السيد كان من الممكن انه في هذيك الحاله في البدايه كان من الممكن انه يعتقوه ولا يديروا على قبلو شي حاجه ولكن والو لا حياه لمن تنادي عينا ما نغوطوا عينا ما نقولوا لهم او دي هذا الراجل لازم تكفلوا بهاد الناس اللي كيوقع لهم هذا الشيء واش راه حشومه وعيب وعار واش السيد كان خدام واقف والسيد انتريت وعندي يعني ولادو بعاد عليه وعايش دابا بوحديته وما عندوش شي حد غير بالنسبه لي غير اختو اللي كتعتقو وكتمشي الى ما دارتش ليه ابسط الحوايج ما كاينش اللي يديرهم ليه هاد السيد دابا ملي مشات الصحه ديالو شكون اللي غيتكفل به ومنو عدد هاد الناس كل غيتكفل بهم وهاد الراجل شكون اللي غيتكفل به ما كيمشي لمراكش اش غنقول لكم شحال مره مشى لمراكش غادي وجي لمراكش ومراكش حنا في مدينه الصويره يعني خصك كل مره تخلص ترونسبور باش تمشي كل مره تجيب شي حد ليديك ومصاريف وكيمشيو المره الاولى نعس في مراكش صورة انه نعس في مراكش ما كاينش شي حد اللي يعتقوه ما كاينش اللي يجيب ليه ياكل ما كاينش اللي كيعتقو جلس واحد المده هو في مراكش الوالده ديالي مشات عنده يعني ما قدتش هي عندها حتى هي مسؤوليات عندها في العروبيه عندها البهيمات ديالها عندها جلست واحد المده مشات عنده منين مشات عنده لقاتو في واحد الحاله يورتالا لقاتو على الجنب ليه هو دخلوا عليها النهار الاول باقي ناعس عليه الحاله ديالو حاله لا اله الا الله محمد رسول الله ملي كتسول ملي كيقول لك شي حاجه كيقول لك سيروا ديروا التحليله جيبوا التحليله سيروا طلعوا من هنا شحال ديال التحاليل داير ما نقدرش نحسب لكم شحال ديال التحاليل وكل شيء هذا السيد كيخلصوا من جيبو كعاونوا المحسنين السيد اللي عنده الانتريت ديالو ما فيها والو الانتريت ديالو يعني ما غاديش تعيش وما غاديش دير ليه واحد التحليله ليك وقولي ليه سير دير واحد السكانير ب 100000 سير دير واحد دابا مؤخرا قالوا له خصك دير واحد جوج شوكات جوج مليون ونص واش هاد السيد هاد من غايجيب هاد الفلوس واش هاد الناس هادو كتقول لهم هاد الشوكه وكتخليهم كيموتوا راه خاص هاد الناس تتابعوهم ديروا على قبلهم شي حاجه وروا للمغاربه فين غاديين وروهم الا مشات الصحه ديالهم مشات اشنو غيوقع لهم تكفلوا بهاد الناس مغاربه ماشي اغبياء حنا دابا هاد الراجل كنشوفوا فيه راه قلبنا كيتالم كيتعذب ما عندناش ما نديروا ليه راه فرد من الاسره ديالنا راه ما عنده حتى شي حد شكون هازو شكون اللي غادي يكون بيه واش حنا ما ثلاث درجه ما ساويين والو ثلاث درجه حنا الصحه ديالنا صحه المغاربه ما ساويه والو راه حسبي الله ونعم الوكيل فهادشي